شغل وين يعني؟ كله بضاعة فرنساوية الله وكيلك، ماركة الفيل أبو دعسي. وأكيد ضد الكسر هالصحون. شي؟ عم قلك فرنساوي خانوم، فرنساوي أصلي، ماركة الفيل أبو دعسي هذا محي الله، وإذا مالك مصدقة راح أعمل تجربة صغيرة قدامك. شايفه هالصحن هاد؟ شايفتي؟ إيه شايفته، لكن مالي شايفته. راح فلته من إيدي قدامك على الأرض. إيه مثل ما بدك. بس إذا انكسر أنا ما دخلني؟ لك شو ينكسر يا مدام؟ شو ينكسر؟ شو شايف الشغلة هيلمة؟ ولا فكرك عم نمزح معك؟ ها؟ شوفي؟ ها؟ شو يا أخ؟ شايفته انكسر؟ العمى على القصة، إيه والله انكسر. مو على حساب ضد الكسر، ولك أنتوا الغش بدمكم.